السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة حسن فاغي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم في هذا الفيديو غادي نصوب زيت الصوجة او الصويا. هنا عندي الصوجة، هي هنا راه حمرتها باش تطحن معايا مزيان تولي بودر. انا عندي جوج قراعي ديال الزاج كيف ما كانوا، مهم لعندكم كانت عندكم فيهم الزيت ولا شي حاجه. المهم دابا هنا غنجي غنعقموهم، نوريكم الطريقه كيفاش. المهم هنا راه عندي الماء، درت الماء في هاد الكاسرونه، غنضيف ليها شويه الخل او تضيفوا جافيل اللي بغيتو. المهم بزوج راه كيعقموا صافي. غادي نحط هاد القريعات هادو، نحط معاهم حتى الغليق ديالهم باش كلشي يتعقم، نغطفوهم لداخل، نزيد نضيف لهم الماء يتغطاو وصافي. نشعل البوطه ونخليهم يتعقموا. في هذا الوقت هذا غادي نمشي نطحن الصويا او الصوجة. المهم جيت انا هنا درت الصوجة ونطحنها. نزيد نطحن اكثر من هكا، كيما شفتوا هنا الماء كيغلي، نحاول نهبط هادي باش تعقم مزيان، نتخلي الماء مع داك هادي حتى هي باش يتعقموا مزيان، ونخليهم يتبقوا واحد 5 دقائق ونطفيو عليهم. هيا الصويا من بعد ما طحنات، شو كي ولات بودر، يعني ولات رطبة. هنا القراعي ديالي من بعد ما حيتم الماء غادي نشفهم بهاد الفاصمة المعقمة اللي كتكون تبع في الصيدلية او بشي حاجة تكون نقية. هادو واولا تخليوها في شي بلاصه تكون نقيه تبقى تسقطر. المهم عندي هنا كاس الزيت، زيت الزيتون انا درت، ممكن ديروا زيت اللوز او زيت زنجلان يكون مصوبينه بايديكم، او ممكن تستعملوا غير الزيت العاديه زيت الروميه. عندي هنايا الصوجة او الصويا اللي طحنتها، غادي نجي هنا غادي ناخذ 3 معالق من الصوجة. انا غنستعمل هذا الكاغي هذا باش تدخل ليا في هذا الانبوب ديال مع صغيور، ما تجينيش فيه المعلقه. المهم انا غندير 3 المعالق هنا صغار. الى عندكم قرعه كبر راه ديروا 3 المعالق كبار. غنخوي هاد الزيت في هاد القرعه هادي حتى يعمرك. نخلطها باش يهبط الزيت لتحت، كيما كتشوفوا الزيت باقي ما هبط لتحت، غنخلطها باش نعاود نزيد شويه الزيت. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطتهاش هبط الزيت بزاف، يعني دابا غنعاود نضيف الزيت حتى تعمر. ها هي عمرت حتى الفوق،
صافي نغلقها ونديرها في حمام مائي كما كتشوفوا. انا غنجي هنا غنوضعها في هذا الحمام مائي بحال هكا، المهم خاصها تكون ضروري مسدوده مزيان وتخليوها بحال هكا مده نصف ساعه تبقى ولكن تنقصوا البوطه، ضروري تنقصوا البوطه، ما تكونش العافيه مجهده بزاف، ملي يتبخ الماء تنقصوا البوطه تخليوه يغلي باش الصوجه تطلق في الزيت. كما كتشوفوا انا صافي راه دازت المده اللي كنا خليناها فيه. انا هنا راه درت معاه زيت الكتيره، راه غتلقاو ان شاء الله في القناه، وهذا هو الزيت ديالنا، ها هو وجد. يعني راه ممكن تستعملوه من دابا او ممكن تحتفظوا به مده اسبوع، تغطيوه بابي الومنيوم وتخلوه باش يزيد يطلق اكثر، ومن بعد تصفيوه، تصفيوه في صفايه وتبداو تضغطوا عليه بالمعلقه باش يهبط هذاك التخس ديال الصوجه. وضروري يتصفى باش ما باش الا خلطتو، حيت ممكن ملي تبغوا تستعملوه تخلطوه وتهزوا شي حبه تكون ما مطحونهاش مزيان يعني تقمشكم ولا شي حاجه الا بغيتو تستعملوا مساج. وكذلك الا بغيتو تستعملوه في زياده الوزن خاصكم ديروا ضروري مساج يكون مع دوران عقارب الساعه، يعني ماشي عكس دوران عقارب الساعه، لا مع دوران عقارب الساعه. ونكون فدتكم، وهذا هو الزيت ديالنا، زيت الصوجة. انا كما كتشوفونا انا غدار غطيته بالبابي الومنيوم وغنزيد نحتفظ بيه حتى من بعد ما ندوز شي اسبوع ونصفيه. وكل واحد وكيفاش بغى، الا كنتو زربانين بيه غتستعملوه ديك الساعه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى يعجبكم ونتمنى تشتركوا في القناه وشكرا.